يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول إن في القرآن آيات أو أحرفا زائدة ويعدون أسلوب القسم بلا منها. ما في زائد بدون فائدة، هي تزيد لكنها لفوائد للتأكيد، فما في زوائد ليس لها معنى، ليس لها معنى، ما في القرآن شيء ليس له معنى لكن تزاد لغرض ولتأكيد أو غير ذلك. نعم.